طبعا اول لعبه عندنا في العابنا اليوم هي لعبه الكراسي. لعبه الكراسي معروفه في ليبيا لين خلاص يعني من احنا صغار نلعبوا فيها. حيطلعوا الفريقين ويدوروا بالموسيقى، توقف الموسيقى يقعمزوا، اللي طبعا اللي قاعد واقف يرفع معاه كرسي ويولي لمكانه. طبعا لما تدوروا ما تمسوش الكراسي، حتى احنا نقعمزوا مسافه بعيد عن المسافه. بس ما تدير لي جو انا مكرش في كرسي تقول له هيك تقعمز في طول واحد، واي واحد يدف شخص بيطلع، ما تدفش كرسي بحداك قعمز فيه وخلاص. تفهمنا؟ في فاول ولا فهمنا؟ 100 تفضل اطلع هاي. هاي طبعا رديناكم ليامات زمان، كيف ديروها واحد بواحدك، واحد بواحد. ايوه صاحبي تمام تمام 100 نبدو في الموسيقى، دوروا هيك هيك ايوه تمام هيك بس وجهي وجهي هاي نبدو نبدو 1 2 3 ابدا. دور دور جري 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 مش ماشي جري جري حول ايدك حول ايدك يا عمر جري 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 يا اجري تجري يا محمد تجري انت وياه اجري ايوه قصه تصير يا من جمهور تصير لو من جمهور جيب البطاقه بتاعك جيب عندك علم قعدت واقفين انت وياه غادي تاني ايش بعد انا الكرسي جنبي لكن دايك ما قدرت تقول لك حتى انا يا راجل هاي تعاودوا من جديد تصوير رجت من جمهور الاول راه موسيقى توقف موسيقى توقف هاي نبدو هاي نبدو 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 اوكي ابدا ابدا اجري 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 ركز معي اجري يا سالم اجري سالم لا سالم اجري اكرم ايه اكرم ايه بس اجري يا محمد سالم مشكلة انا كرسيه ديما واحد مشكلة انا سالم داير الزقاطة يمشي بشوية ومخلص على كرسيك في جلسة للثقافة هاي هاي ان شاء الله لنا هاي نبدو هاي نبدو نبدو يلا موسيقى يلا موسيقى تخيل محمد يربح بعد هذا كله هاي يا محمد تعالي خلاها هاتها هاتها برا 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 امشي اجري امشي اجري يا محمد كم يا ما بعرفكم كرسية دي ما واحد ما حطيتهم في النص يا ما انت ما يخطفهم لنا طبعا هذا لنا ما يا رجل راو المنافس ولا محمد قوي ولا محمد قوي هاي 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 دقيقة بنالك هات 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 نحا نحا حطه غادي راسي 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 بنالك راسي هات ابدا 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 هيا اكرم بذلك اجري محمد هيا يلا يلا عبد الرحمن يلا يا عبد الرحمن يلا يا محمد اكرم عبد الرحمن ذاك يا تالي حبيبي تعال حبك انا هاي يا بلاكي معلش والله محمد شاد هالكلمة ها هاي فيصل 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 انا حتى خسرت راضي ايه راضي تمام تجري اجري 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 وسع شوية على الكرسي وسع شوية تعال وسع 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 الكرسي نحرك على الكرسي على الكرسي وسع الكرسي وسع تهيا يا راجل وسع الكرسي وسع الله اكبر دخت يا راجل طلعتهم ثلاثة دخت والله وقفت الموسيقى لما كان روح فيك يا راجل معقول عبد الرحمن يغلبك محمد وقفت لما كان قدام الكرسي يا راجل وزن 100 مع العلم الوزن والله شوف يعني نور محمد راو محمد هو اللي جاب لكم الدواء لا جاب طب انا جاب لوحده من الاخير انا توقعت عبد الرحمن يربح الحق قلت خفيف يا يا راجل وقفت لما كان هو جنب الكرسي راو نايم التالي هو هنا دار هيك خلاص جنب الديل خلاص يلا خلاص يلا مشاهدينا الكرام طبعا 50 نقطه لصالح
عائلة الكيلاني. إذا يولي المجموع 241 عائلة الكيلاني. 70 نقطة لعائلة جبلان.